لا يحدث إنه موجود. وقالوا كمان إن أفضل جزء في الجمال هو ذلك الذي لا تستطيع الصورة التعبير عنه، والمقصود به جمال الروح وجمال النفس، لكن ده ما بيغنيش عن الوجه الحسن. طبعا احنا من خلال برنامجنا صباح الخير يا مصر، وزي ما عودناكم دايما بنحاول ان احنا نقدم لكم فقره علاجيه بتهتم بالجمال، تحديدا جمال الجلد. هنقدمها لكم النهارده الزميله غادة عبد السلام من اعداد طارق عجمي، وبتستضيف فيها الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل، مع تمنياتنا للجميع طبعا بالصحه والسعاده. مبشره جميله. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بيكم معانا وفقرتنا الاسبوعيه فقره الجمال والجلد. يمكن احنا دلوقتي في شهر رمضان المبارك، والصيام ليه طبعا يعني اسباب ممكن بتضر الجلد او ممكن بتفيد الجلد، وهل ليه علاقه الصيام بالجمال والجلد؟ ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا مع الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه. اهلا بيك يا دكتور معانا، صباح الخير. صباح الخير، كل سنه ومصر والامه العربيه بخير وسلام. وحضرتك طيب يا دكتور. احنا يمكن في هذا اللقاء ايضا عايزين نتكلم، بما اننا بقى في شهر رمضان المبارك، والصيام هل ليه علاقه بالجمال والجلد؟ هل الصيام بيفيد البشره؟ هل بيضر البشره؟ هل في امراض جلديه معينه بتستفيد من الصيام؟ بالظبط سيادتك حطيت ايدك على النقطه المهمه جدا، ان هناك مجموعه من الامراض الجلديه التي تتعالج والتي يتم شفائها وتحسن كبير جدا من خلال فترة الصيام. منها على سبيل المثال نبدأ بمرض الارتكاريا. الارتكاريا عبارة عن تضررات وتورمات بتحصل في جلد الإنسان نتيجة لتناول غذاء معين، قد يكون البيض قد يكون السمك وهكذا، أو تناول عقار معين عن طريق الفم أو عن طريق الحقن، أو عن طريق استنشاق هواء معين في بعض الحبوب اللقاح أو الجراثيم الميكروبات وهكذا. هذه الارتكاريا. الانسان اللي يعاني من الارتكاريا اللي بيكون سببها الاساسي يتعلق بالغذاء، فترة الصيام الطويلة جدا بتخلي جسم الانسان يبدأ بهدوء يتعامل مع هذه الارتكاريا، ويبتدي نعرف السبب الاساسي بتاعها، وبتبقى فترة الصيام الكبيرة دي او الفترة اللي بيكون فيها الانسان صايم فرصة لجسم الانسان ان يتعامل مع الارتكاريا. وعلى نهاية الشهر الكريم بنبص بنلاقي الشخص ده ابتدى ينتهي تماما من مشكلة زي مشكلة مرض الارتكاريا. الحالة الثانية مرض زي حب الشباب. حب الشباب ده من الامراض اللي بتحصل في فترة البلوغ، لها علاقة بالتغيرات الهرمونية في جسم الانسان، قد يكون لها بعض العوامل الوراثية، لها علاقة بالالتهاب البكتيريا اللاهوائية، لكن لها علاقة مباشرة بتناول الاغذية. ففترة الصيام بتبقى فترة طيبة ان هذا الشخص بيمنع نفسه عن تناول الاغذية، وبالذات الاشياء الدهنية والمدهنة والشوكولاتة والفول السوداني والزيوت الغير مشبعة. خلال هذه الفترة الانسان بيحس من خلال صيامه ان بشرته ابتدت تتحسن، بيبتدي يتعامل مع البشرة تعامل سليم، على نهاية الشهر الكريم بيبتدي موضوع حب الشباب بالنسبة له ينتهي. حاجة ثالثة بنعتبرها وبتشفى تماما اللي هي الاكزيما العصبية. الاكزيما احنا زي ما بنقول دايما ان الاكزيما اي مؤثر خارجي تحت سطح الشمس حتى الشمس نفسها يسبب الاكزيما. والاكزيما عبارة عن احمرار بالجلد واحتكاك بعلامات مختلفة. يعني في اكزيما الاحتكاك اللي هي عن طريق في رباط البيوت اللي هي الستات اللي ممكن تستخدم الصابون، ويبقى في اكزيما احتكاك. ممكن واحد يلبس ساعة من النيكل ويبقى في اكزيما التلامس، تعمل التهابات معينة في ايده. ممكن الحرارة تعمل اكزيما بالحرارة، ممكن البرودة تعمل اكزيما بالبرودة. هنا الاكزيما العصبية. فترة الهدوء النفسي اللي بياخدها الشخص الصائم ابتداء من فترة السحور وانتهاء بفترة الفطور، هذه الفترة بتعطي ليه نوع معين من السكينة والهدوء، تخلي الاكزيما العصبية تبتدي تخف الى حد كبير جدا، وعلى نهاية الشهر الكريم بنبص نلاقي الاكزيما العصبية انتهت. دكتور منير، حضرتك دلوقتي كلمتنا عن الامراض الجلدية اللي ممكن الصيام يفيد في علاجها، لكن هل في امراض جلدية اخرى بتستوجب انه الصائم لابد ان يفطر في هذه الفترة اذا كان مصاب بهذا المرض الجلدي؟ هو الحقيقة سيادتك شدتيني لبعض الامراض اللي فعلا وجب فيها الفطار. هذه الامراض اشهرها على الاطلاق مرض بنسميه الذئبة الحمراء، وبعدين نمرة اثنين مرض اسمه داء الفقاقيع او داء الفقاع. الحاجة الثالثة بعض الامراض الجلدية الحادة
بيبقى ليها افطار. وحاجه الرابعه بعض الامراض الجلديه المزمنه. انما انا علشان اوضح انا هشرح اول حاجتين. الحاله الاولى اللي هي مرض الذئبه الحمراء. مرض الذئبه الحمراء ده مرض من الاجهزه الجسم المناعي لجسم الانسان يبتدي يتعامل مع الجسم على انه جسم غريب. وده ليه نوعين، في النوع المزمن اللي هو بيكون موجود في اما عباره عن احمرار في الخدين او في الانف او في كلاهما، وبعد كده بيحصل نوع من التليف ويهدى. ده مرض الحقيقه الذئبه الحمراء المزمن ممكن الانسان يقدر يتحمل فتره الصيام لحد معين. لكن في مرض الذئبه الحمراء الحاد اللي بيبقى فيه هبوط حاد في القلب وفي اصابه في صمامات القلب وفي ارتشاح في الغشاء البروري والتهاب حاد في الرئتين وفي التهاب حاد بالكليتين، والمريض بيبقى عايش على اسلوب علاجي صعب جدا ومعزول في مستشفى وبعيد عن الاضاءه في اوض ضلمه وليه طريقه علاج محدده، وهذا الانسان اللي ما كانش بيعالج بهذه الطريقه ممكن الانسان ده يفقد حياته. فده مرض من الامراض الصعبه جدا ان انا احكم هذا الانسان انه يصوم اذا كان هو اساسا مصاب بهذا الخلل المناعي. المرض الثاني اللي هو داء الفقاعة. داء الفقاعة ده مرض من الامراض المناعيه ايضا، بيكون تتكون حويصلات فقاقيع. هذه الفقاقيع اذا جت تحت البشره بنسميها فقاعات او فقاعه بشراويه. اذا جت تحت البشره جوه البشره تبقى فقاعيه، تحت البشره بنسميها تحت البشرويه. هذه الفقاقيع ايضا من الاجسام المناعيه الموجوده داخل جسم الانسان، بيعتبر ان الجلد جسم غريب عليه ويبتدي تحصل هذه التداخلات في داخل جسم الانسان. هذه الامراض مجموعه الفقاقيع سواء كانت امراض الفقاع او امراض شبيهات الفقاع او امراض مرض ايوب، هذه الامراض كلها مجموعه من الامراض تدخل تحت بند داء الفقاع. هذه الامراض المناعيه اذا احنا سبناها بنلاقي ان الجسم محتاج لعلاج معين وانه لابد ان يكون تحت اشراف طبي وبيكون معزول بطريقه معينه في داخل المستشفى. وطبعا من الصعب جدا ان احكم هذا الشخص واقول له صوم. فهناك مجموعه من الامراض صعب الصيام اللي هي زي مرض داء الفقاع وزي مرض الذئبه الاكوله الحمراء وبالذات النوع الحاد. صباح جميل أنيق بمناسبة الأعياد المباركة والأيام السعيدة، كل عام وأنتم بخير. نحن اليوم نطرق بابا من الأبواب المتميزة لدنيا